مساك الله بالخير ابو راشد. حياك الله ابو راشد ابوي. ابو راشد شو الفرق بين الدقس والدلفين؟ الدقس كلمة عامية عندنا احنا هنا في قطر نسميه دقس. الدولفين اسم علمي اسم والدلافين علمي. وايد عندنا احنا هني نوعين في قطر اللي هو الدقس. أيوة. والفييمه. الفييمه دقمه ما لها بوز واصغر من الدقس شوي سودة. كم طولها تقريبا؟ يعني مثل وشويتيك. موجوده براشد؟ موجوده. انا كل سنه اصيد منها واحد او اثنتين. ومن يصيد شو شكلها براشد؟ سودة مثل الدقس. مثل الدقس بس ما لها بوز. دقمه كذي. مثل الغواصه كذي. ومن يصيد هالمنصب لانها لها هني جامره تنسم منها. من يصيد هالمنصب ما تنبه خلاص تموت دقائق وتموت. اعتقد ان الدقس كلمه دقس متداوله في جميع دول الخليج. اعتقد نتفق ويا نفس الشيء. اي في دول الخليج كلها لكن احنا هني في قطر اي مسمانا للدقس. والدقس متسلط ترى. أيه. متسلط على القراقير. القرقور اللي فيه سمك يزخه من فتشه ويقول بكذي ينفضه وياكل السمك ويباري حتى المناصب في الهيال وياكل السمك الزينه. بس هل لا علاقة إذا موجود في ناس يذكرون يقول لك إذا في الحداد إحنا قلنا حسب النوع ذكرنا لهم إذا تبي تحدق وشفت الدقس معناته تحت سمكة. لا تحت سمكة في سمكة يعني تحت سمكة هو يأكل فيها تحت سمكة ويطردها يعني تصيد يوديها البرية بس إنه يلعوز هو هل يلعوز هالمناصب وهالقراقير يباريهم مبارة مثل ما الريال يباري هو يباري يعلقه في بوزي وانا شايفه بعيني يعلقه في بوزي وينفضه كذي وياكل السمك. مشكور يا ابو راشد. حياك الله ابو راشد. هلا ابوي.